نظام الصدمة سيعبر عن نفسه وسيخبرك كيف تسير الأمور. تعال معي في نظام الصدمة لنناقش هذا النظام. سأتحدث عن صدمة الاستنارة، صدمة الموت، الصدمات الجماعية، والسؤال التاريخي المهم في هذه اللحظة: هل البشر ينتظرون صدمة؟ وحين تسأل نفسك: لماذا حدثت لي تلك الصدمة في طفولتي؟ ولماذا تحدث لي الصدمات؟ هل تعرف أن الصدمات لها دورات؟ ومن المهم أن تخرج من تلك الدورة. نظام الصدمة سيعبر عن نفسه وسيخبرك كيف تسير الأمور. تعال معي في نظام الصدمة لنناقش هذا النظام. سأتحدث عن صدمة الاستنارة، صدمة الموت، الصدمات الجماعية، والسؤال التاريخي المهم في هذه اللحظة: هل البشر ينتظرون صدمة؟ وحين تسأل نفسك: لماذا حدثت لي تلك الصدمة في طفولتي؟ ولماذا تحدث لي الصدمات؟ هل تعرف أن الصدمات لها دورات؟ ومن المهم أن تخرج من تلك الدورة. نظام الصدمة سيعبر عن نفسه وسيخبرك كيف تسير الأمور. تعال معي في نظام الصدمة مصدوم. رح أعطيك 14 سؤال حتى تعرف هل أنت تعيش حالة صدمة أم لا. أنا تعرضت لصدمة ووقتها فقط أدركت قيمة أن يكون عندك برنامج جاهز ينقذك من لحظة الصدمة. وسأحكي لك أيضا قصة سارة وصدمتها. ما هي الصدمة؟ وما هي مستويات الصدمة؟ إيش اللي راح يحصل بعد ما تنصدم؟ وليش إحنا أصلاً انصدمنا؟ سأحدثك عن كارما الصدمة ورسالة الصدمة. وهناك برنامج عملي من 21 يوم لتخطي الصدمة. وقتها فقط أدركت قيمة أن يكون عندك برنامج جاهز ينقذك من لحظة الصدمة. وسأحكي لك أيضا قصة سارة وصدمتها. ما هي الصدمة؟ وما هي مستويات الصدمة؟ إيش اللي راح يحصل بعد ما تنصدم؟ وليش إحنا أصلا انصدمنا؟ سأحدثك عن كارما الصدمة ورسالة الصدمة. وهناك برنامج عملي من 21 يوم لتخطي الصدمة. أنا تعرضت لصدمة ووقتها فقط أدركت قيمة أن يكون عندك برنامج جاهز ينقذك من لحظة الصدمة. وسأحكي لك أيضا قصة سارة وصدمتها. ما هي الصدمة؟ وما هي مستويات الصدمة؟ إيش اللي راح يحصل بعد ما تنصدم؟ وليش إحنا أصلا انصدمنا؟ سأحدثك عن كارما الصدمة ورسالة الصدمة. وهناك برنامج عملي من 21 يوم لتخطي الصدمة. مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء التنظيف. شو أخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن صدمات والتحرر من الصدمات، ونيتنا لهذا الشهر هي التحرر من الصدمات. إذا ما كنت حطيت النية، أرجوك حط النية. صحيح إنه يعني في آخر الشهر، لكن من الممكن إنك تحط نية وعلى طول يشتغل الموضوع وتستفيد من هذه النية. وإذا ما كنت حطيت خلفية الجوال، خلفية الجوال جميلة مريحة هذا الشهر، ولا يا جماعة؟ أنا حسيتها كثير مريحة هذا الشهر. اللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال. شكرا جزيلا طلال. واللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم ويحضر المناقشة. ناقشنا الفيلم، موجود المناقشة على اليوتيوب. إذا تبغى النية، إذا تبغى خلفية الجوال، إذا تبغى
الفيلم كلها موجودة في حسابي على تويتر مثبتة، اكتب بس على جوجل سمية ناصر تويتر وراح توصل لك، راح تلقاها على طول. الخلفية كني شفتها في الواقع، ما ندري. طيب، وبرضو ما زال معانا في على سمية 369 عندنا أبنوس، برنامج التحرر من الصدمات، عندنا نظام الصدمة، النظام اللي يشرح لك معادلة الصدمة، كيف تشتغل الصدمة، ليش تصير الصدمة، كيف تنتهي، كيف قصة الصدمة كلها حتى ما تتكرر في حياتك. عندنا صدمات الأجداد، كيف الصدمة تأتي من أجدادك، إيش بعدها الروحي، إيش الحل، كيف تتصرف مع هذه الصدمة، كيف تكتشف هذه الصدمة. عندك 14 سؤال تكتشف من خلالها صدمات أجدادك. عندنا برضو تنظيف المستقبل، وهذا موضوع كثير مهم للأشخاص اللي نظفوا الماضي كليا أو جزئيا، إنهم هم ينتقلون لهذه المرحلة في حياتهم، حان الوقت إنهم ينتقلون لهذه المرحلة في حياتهم. وعندنا مواد الشهر اللي راح ما زالت موجودة وراح تغلق نهاية الشهر، اللي هي السول ديتوكس، الوعي الطفولي، الموسيقى التحولية، التنفس. اليوم نبغى نناقش صدمة الإهمال، وبعدها ناخذ الأسئلة. وبرضو اليوم أنا معزومة فأبغى أخلص يعني أبكر شوية إذا تسمحوا لي، كذا أبكر 5 دقائق. طيب، صدمة الإهمال، إيش أقصد بصدمة الإهمال؟ إنه أنت تكون مهمل، يعني نشأت في طفولة وأنت صفر على الشمال زي ما يقولون، ما أنت مهم. أبغى بس أرحب بأصدقائي في تيك توك، أهلا وسهلا، وبليز شدوا حيلكم لايكات، بليز. ضلال، شكرا جزيلا، اللايكات شدوا حيلكم على اللايكات، خلونا نطلع ترند. طيب، الإهمال، صدمة الإهمال يعني إنك عشت طفولة كاملة أو جزء من طفولتك أنت صفر على الشمال، مالك قيمة، منت مهم، ما تعني أي شيء، ما تسوى أي شيء. قد تكون واضحة بالنسبة لك يوم كنت طفل، وقد ما تكون واضحة لك حتى لما كبرت، وقد ما تكون حتى هذه اللحظة أنت ما انتبهت إنه أنت مهمل. يعني قد يكون حتى حضورك الآن هذه الحلقة الآن تقول أوه واو، اكتشفت اني انا والله مهمل، اكتشفت اني تعرضت لصدمة الاهمال. راح نشوف العلامات اللي تدل انه انت موجود في صدمة الاهمال. لكن ليش اصلا الاباء والامهات او المعلمين او الاخ الاكبر او الاخت الكبيرة ليش يتعاملون معك او يتعاملون مع هذا الطفل باهمال؟ احد الاحتمالات اولا انه يكون الاب او الام مشغولين، عندهم شغل يعني 24 ساعة، والشغل مهم وماخذ اهتمامهم، ماخذ تركيزهم، فبالتالي انت مو مهم لانه الشغل اهم، فهم طول الوقت مشغولين مشغولين مشغولين، فانت وكل اخوانك واي احد ثاني في الحياة واي شيء غير الشغل مو مهم. لذلك تكون انت تعرضت له، ما تذكر انه انجلدت ولا انضربت ولا تعرضت لتحرش ولا شيء، بس طفولتك يعني كأنها لمبة طافية بالضبط كذا، وما تقدر تحدد وين الموقع الصدمة لأنها كلها على بعضها بدأت بمرحلة مبكرة قد ما تتذكرها أنت، قد تكون في عمر جدا مبكر، قد تكون أنت رضيع. يعني مثلا أم كان المفروض أنها ترضع طفلها، مشغولة عندها دوام، دوامها أهم من أنها ترضع طفلها، بالتالي حطت الطفل ورحت للدوام، رحت للدوام لأن الدوام أهم من الطفل، صح ولا لا؟ فأهملت هذا الطفل. هنا بدأت الصدمة، من هنا، من هذه النقطة بدأت الصدمة، لما رمت طفلها على الناني ولا ما أعرف على مين وراح، ولا على أمها مرات، ولا على أختها وراحت داومت، وهكذا استمر الموضوع. عندها دوام، عندها مشروع، عندها قصة، فاستمر الموضوع أنه هذا الطفل ما أخذ أهمية عند الأم، ما أخذ أهمية عند الأم. طيب، أو مثلا في احتمال، هذا في احتمال أنه مشغول، أنه الأم أو الأب مشغولين. في احتمالية انه فيه حدث طارئ صار في العائلة خلى انه انت صفر على الشمال. يعني خلنا نقول مثلا امك مرض ابوها في فترة طفولتك، فبالتالي يعني احتاجت انها تترك البيت، تروح عند ابوها في المستشفى، تروح عند ابوها في بيت ابوها، كل يوم تطلع وتخلي البيت، ما يعني ما كان عندها فرصة انها تهتم فيك، فكانت في حدث طارئ، في شيء طارئ. او جاء الطفل يا اللي قبلك يا اللي بعدك مريض، طفل مريض
بعض العوائل لما يصير في طفل مريض يحطونه برضو صفر على الشمال، وبعض العوائل لما يكون في طفل مريض يهتمون فيه كثير، يعطونه أهمية، فبالتالي أنت صرت صفر على الشمال لأنه أخوك مريض. لا لا لا، أخوك مريض، خلنا أخوك مريض. قد يكون مريض، قد يكون عنده مشاكل عقلية أو مشاكل، أخوك مريض، أختك مريضة، فبالتالي كل شيء أنت مو مهم، أنت لازم تعطيه، لازم توقف معاه، لازم حتى أنت حطيت اهتمامك وانتباهك لهذا الطفل وأنت استمريت صفر على الشمال طوال طفولتك لأنه في طفل مريض، أنت صفر على الشمال. مرات ما يكون بهالطريقة، يكون الطفل الأخير أو الطفل الأول هو المهم، واللي في النص مو مهمي، فبالتالي أنت لا الطفل الأول ولا الطفل الأخير، فأنت مهمل. قد تكون قبل الأخير، فبالتالي يقول أخوك حرام مسكين الصغير، فأغراضك تأخذ منك للطفل الصغير، لأن الصغير المسكين أخوك الصغير يا أخي تنازل، أنت كبير، مخك كبير، راسك كبير يا أخي، أنت فاهم، هو طفل ما يفهم. فتعطيه ملابسك، تعطيه ألعابك، حتى دورتك في اللعبة تعطيه، حتى لو هو كسر أغراضه وجاب ياخذ تعطيه، وهكذا ضاعت الحياة كلها. وأنت يعني إيش، أنت مو مهم، شعورك مو مهم، إحساسك مو المهم، أخوك الصغير، أخوك الصغير، أخوك الصغير مسكين، هو صغير ما يفهم، خلنا نتعامل معاه على قده. فراح طفولتك وانت تطبطب معاهم على هذا الصغير، او هذا اخوكم الكبير، ها اخوكم احترام والتقدير واعطوه، لا اخوكم الكبير هذا معليش، ولو الاخ الكبير هو الاول، الاخ الكبير هو اللي لها، الاخ الكبير هو اللي... وهكذا راحت طفولتك وانت يعني معاهم، تبذل معاهم جهد على الاخ الكبير ولا الاخ الصغير ولا الاخ المريض، وانت صفر على الشمال، ما دريت اصلا انك مهمل، ما دريت انك انت لا تعني لاي احد شيء، مع أنه في وقت الطفولة الطفل كثير يحتاج اهتمام، عشان بكرة لما يكبر ما يروح يشحت، ما يروح يشحت من الشارع اهتمام، فمحتاجها في هذه الفترة في الطفولة، محتاج أحد يهتم فيه. مرات زي ما قلت لك، قد يكون الأب أو الأم مشغولين، عندهم دوام أهم منك، قد يكون عندهم حالة طارئة أو معنى للطفل الكبير، الطفل الصغير، أبوها مريض كذا، قد يكون مرات ترى برضو من غياب الأم والأب مرات يكونوا مسافرين، خصوصا الآباء مثلا اللي يكونون شغلهم يتطلب سفر، خلينا نقول مثلا كابتن طيران ولا كابتن في سفينة ولا يعني بزنس مان، يعني يروح يعقد صفقات، يعني مو دوامة يعني في الحارة ولا دوامة في نفس المدينة، دوامة في دولة ثانية، فبرضو هذول قد ينشأ من تربيتهم هذول الآباء أطفال مهملين. ايضا سبب الاهمال مرات موضوع اجتماعي، يعني خلينا نقول معتقد اجتماعي، اوكي معتقد اجتماعي، خلينا نقول مثلا انت واختك، اوكي ولد وبنت في هذه العائله، نشات في بيئه تشوف انه الاولاد يعني الله يعينكم عليهم، والاولاد وقشران ويبهذلون، الله يزين البنت كيوته وما اعرف ايش، فمن يوم جت البنت طاروا فيها ويلبسونها ويصلحون لها ويحطون لها فيونكاتها ويضبطون شعرها ويجيبون اختك اختك اخ انتبه لاختك، اختك انت الاخ الممتاز لما تنتبه لاختك، انت ما تكون جيد الا لما تنتبه، لما عينك على اختك تابعها اهتم فيها عطها تنازل لها، ويروح لحال هالولاد الصغير تروح طفولته كلها ما هو مهم، لأن أمه وأبوه عندهم هالقناعة الاجتماعية أو البيئة أو فلسفة يؤمنون فيها أو فكر أو معتقد إنه البنت هي الجيدة، هي في النهاية الجيدة، الولد ما بكره يروح يتزوج ما هو مهم لا تهتمون فيه، أو العكس في بعض البيئات أو الفلسفات إنه أوه واو يحظنا جانا ولد، جانا أوه واو يحجاهم ولد، بنت جاتنا بنت جاتنا بنت، فبالتالي الوالد هو المهم، احترموا اخوكم قدر اخوكم، لا ولو اخوك الولد ولو مهما كان يبقى ولد يبقى هو مهم، فتحس البنت انها هي يعني لا تعني اي شيء بالنسبه لعائلتها، انها ما تساوي شيء، انها يعني حتى هي معاهم ضمن الخلطه كذا تدخل مع الموضوع ما تدري عن نفسها، تصير ضمن الخلطه تبدا تهتم باخوها وتراعي اخوها واخوه، اهم شيء اخوها، اهم شيء اخوها، اهم شيء يكون راضي، اهم شيء يكون مبسوط، اهم شيء هو مرتاح، اهم شيء، وهي صفر على الشمال،
هي لا تعني أي شيء، لا للأسرة ولا للأم ولا الأب ولا لأخوها، مهملة كذا احتياجاتها شعورها ولا شيء، لا تعني شيء. بس الأخ لا، وين أصدقاء أخوكم؟ يلا جوا أصدقاء الأخ. أخوكم يبغى لعبة يلا نروح، أخوكم يبغى يسافر في مكان يلا. مهم مهم مرة هذا الولد، بين البنت صفر عشمال. فمرات تنشأ قضية الإهمال من الفلسفة اللي تؤمن فيها العائلة أو الفكرة أو المجتمع أو البيئة اللي أنت نشأت فيها. عندهم يعني اختيارات كذا، عندهم تحيزات أنهم الولد أهم لا البنت أهم، وبناء عليه يهمل الجنس الثاني، يعني أنه يصير كذا مو مهم صفر على الشمال. مرات أحيانا الأم ما هي مشغولة والأب ما هم مشغول، لكنهم نرجسيين أنانيين ما هم ولا أنفسهم. الأم قاعدة في غرفتها وتتزبط وتحط ميك اب وتسوي شات وتفتح فيلمها وتسوي قهوتها، وطفلها مو مهم، مرمي مع الناني ولا مرمي الحالة مع نفسها مو مهم، لأنها يعني هي مشغولة بنفسها ومشغولة بحياتها ومشغولة بقصتها يعني، ولا دخلت الأطفال ضمن القصة حقتها. ما أعرف ليش جابتهم، بس يعني يمكن مطلب اجتماعي، بس ما دخلتهم ضمن القصة. فهالنرجسية اللي هي تعيش فيها الأم، ومرات الأب، مرات الأب أهم عليه أنه يروح للاستراحة، يروح للديوانية ينبسط، يروح يسافر يرفه عن نفسه يستمتع، وطز في عياله طز في كل الأطفال. فبتالي تحس أنه ما في أحد مهتم فيك، ما في أحد مهتم. تهاوشت في المدرسة، أحد ضربني، أحد اعتدى علي، أحد تحرش فيني، أحد اغتصبني، المديرة المدرس أهانوني، ولا أحد مهتم أصلاً إطلاقاً. يعني أنا مهمل تماماً، ما أدري إذا يسمعون صوتي، إذا يعرفون أنا عايش ولا ماني عايش، كي يعني كواحد من الناس اللي موجودين. فهذه كلها يعني أسباب تخلي أو ليش هالوضع موجود، وإيش وضع الآباء والأمهات إنهم ليش أهملوا آبائهم أو أهملوا أبنائهم. طبعاً كلها غير مبررة، لكن يمكن موضوع الطفل المريض أو مثلا خلنا نقول الأم اللي عندها أب مريض وما في أحد يخدم هذا الأب غيرها، يمكن يعني نلقى للموضوع عذر أو جانب، ولكن يظل كل طفل يحتاج اهتمام وانتباه. ومهما كان حتى الطفل المريض قد يكون في حالة استثنائية ينحط على سيستم معين وبعدين خلاص يهتم بكل الأطفال. طيب كيف نعرف إذا كيف أعرف إذا أنا مصدوم؟ الآن أنا كبير ومشى الموضوع وعد الموضوع وأنا ما تعرضت للأذى من العائلة، لكن قد أكون مهمل. كيف أعرف إذا فعلا أنا مهمل أو لا؟ أول علامة من علامات الإهمال موضوع قلة الاستحقاق. قلة الاستحقاق، مو أنت قالوا لك عط أختك، اهتم لأختك، أختك هي المهمة، خلاص صار السيستم عندك أنه أنت رقم اثنين. مو قالوا لك أخوك، أخوك هو المهم، ولا هو أخوك ولو الولد، فخلاص أنت تعودتي أنه هو يتقدم للشيء، هو اللي ينعطى، وأنت سكند كلاس، أنت إيش درجة ثانية. فأنت تعودت على هذا الشيء كذا بشكل لا واعي، يعني مرة ورا مرة ورا مرة، واقتنعت واستخدموا المشاعر عليك واستخدموا ضغط المجتمع، استخدموا أساليب كثيرة، فانغسل دماغك على أنه أنت مو نمبر ون، لا 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 لا، ولا نمبر اثنين. يمكن أول شيء أخوك الكبير، بعدين أخوك الصغيرة وأختك الصغيرة، بعدين أخوك المريض، بعدين أنت آخر واحد في القائمة. فتعودت بشكل لا واعي أنه لو صارت اختيارات تقول للناس لا اختاروا أنا آخر واحد، لو كان في مثلا منصب تقول لا هم أحق أنا ما أعتقد يعني، ولو مع أنك أنت أشطرهم، مع نسبتك أعلاهم، مع أنك تحس أنه حتى أصلا لو تجيك شهادتك وأنت الأول عليهم تقول شلون صرت الأول؟ شلون صرت رقم واحد؟ وش هالمفاجأة العظيمة؟ أنا وشلون صرت رقم واحد أصلا؟ يعني حتى لو فعلا أنت عندك قدرات ومهارات وإمكانيات وحطوك الناس رقم واحد والقدر حطك في مكان رقم واحد، أنت تنصدم من نفسك لا وشلون رقم واحد؟ متأكدين؟ أخاف في غلط. شفت توصل هالمرحلة تشك أنه في غلط لما يتم اختيارك، لما تكون أنت مهم، لما تنحط رقم واحد، لما تأخذ المنصب تقول ليكم في غلط، ليكم عشان توسطولي، عشان كذا، عشان مو أنه أنا أستحق، مو أنا نمبر واحد، مو أنا أقدر، مو أنا مناسب، لا 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 أكيد أكيد.
فهذا قلة الاستحقاق علامة كبيرة من علامات أنه أنت تعرضت للإهمال وما زلت تعاني من هذه الصدمة. العلامة الثانية علامة التعلق. علامة التعلق طبعا أقل هذه، بس الاستحقاق هذه كل شخص تعرض للإهمال عنده مشكلة استحقاق دايم، هو يعتبر نفسه أنه هو سكند كلاس، هو مو رقم واحد أبدا 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 نهائيا، لو صار هو رقم واحد يرتبك، يحس أنه الموضوع مو طبيعي. الشيء الثاني، وهذا خلنا نقول ثلاث أرباع الأشخاص اللي تعرضوا للإهمال عندهم تعلق. كيف؟ يمر واحد في الشارع يقول لها يا حلوة، أوكي وش يصير؟ خلاص خلاص تعطيه الخيط والمخيط، خلاص هذا هو عريس المستقى، هذا أروع واحد في الحياة، هذا الرائع، هذا الجمال، هذا كله، هذا الحياة كلها، هذا يعني تبدأ تسوي بوستات يا حبيبتي بس قالها يا حلوة يعني، ويمكن هو ينصب يعني بس مجامل ما ندري يعني، بس خلاص هي ما في أحد اهتم فيها وعطاها تركيز كذا لدقيقة غير هذا الرجل في الحياة. هيك تبدأ تطرد وراه، تطرد وراه، هو يقول شو هالنشبة، تورط فيها البنت يا جماعة، تورط فيها البنت. طيب هي ما عندها أحد قال لها هالكلام قبل، فتورط فيها، تورط فيها، فتبدأ تطرد وراها الرجال وتبدأ تعلق فيه وتبدأ سوالي وخلان. هو أصلا مين قال إنه مهم؟ مين قال إنه حبك؟ مين قال؟ هو قال كلمة عابرة يقولها المليون واحدة غيرك، هالكلمة استخدمها مليون مرة الناس غيرك، بس لأنه أنتي خزاناتك فاضية وعندك جفاف عاطفي وما حسيتي بأحد يهتم فيك، فلما قال لك هالكلمة ذبتي وضعتي وطحتي وراحت علومك وعطيتيه البطاقة ويعني صارت هالقصة. أو العكس، مرات ولد ترى يعني تقول لبنت يعني صراحة أعجبتني كشختك، يضيع خلاص، أعجبني سكسوكتك يا سلام عليك، خلاص يحس إنه خلاص إنه هذه البنت أنا مستعدة أروح أجيب لها سيارة الفيراري وأجيب لها شنطة الشانيل، وهي لعابة كلبة بنت 66 كلب، بعدين تطلع كل رصيده وتخليه تخليه تمشي وتخليه وتبلك وتغير الجوالات تخليه كذا زي الأهبل، يمشي زي الأهبل يقول وينها، وين فلانة، وين فلانة، والله كان بيننا حب، كان بيننا حب، قصة عظيمة من ولا قصة حب ولا شيء، هي تحب شنطة الشانيل يا بابا ما تحبك، هي تحب الفراري الحمراء ما تحبك، بس انت لأنك انت ايش عندك جفاف عاطفي وأمك وأبوك ما اهتموا فيك وتعرضت لصدمة إهمال، فالنتيجة الطبيعية انه لما تجي واحدة تقول لك كلمتين انك انت تصدق الموضوع وتضيع وكذا وتتعلق وتحس انه اوه وانا حصلت الحب العظيم الكبير وخلاص يعني كذا تتشبث بالقصة. ومرات مو على مستوى مثلا الجنس الآخر، مرات على مستوى الأصدقاء، يجيك صديق لطيف طيب جيد مثلا يقول لك كلمتين حلوات تقوم تعلق فيه، وعنده 100 قصة رديئة، أوكي قليل أدب، حيوان، متعدي، معتدي، يسوي لك كثير مصايب، بس يقول لا ولو طيب، يوم العيد هناني بالعيد، طيب لأنه ما تعودت أنه أنت يعني تكون مهم أو أحد يهتم فيك أو أحد يراعيك أو أحد يسأل عنك أو أحد يطمن عليك، ما تعودت على هذا الإحساس وهذا الشعور. فبرضو مرات إحنا نقبل بأصدقاء رديئين عندهم يعني مليون علامة رديئة، بس عشان عندهم شيء واحد يهتمون فيه يعني يسلمون علينا ويرسلنا صباح الخير أو يرسلنا عيد مبارك أو يعني كذا، فنقبل بهذا المستوى. فالتعلق علامة من علامات أنه الشخص هذا تعرض لصدمة الإهمال، أنه أي أحد يهتم فيك أنت تنزلق، تروح للطريق المنحدرة وتتشبث وتحس أنك مع خلاص، ولما هذا الشخص يترك تحس أنه شيء انقطع يعني حبل رئيسي، تحس أنك بتموت، تحس أنك بتولي، لأنك كنت معتمد على طاقة هذا الشخص، ما عندك هذه الطاقة، ما عندك، ما حصلتها، ما تعرفها ولا تعرف تطلعها من نفسك. برضو هذه علامة من علامات صدمة الإهمال. العلامة الثالثة الحزن، مشاعر الحزن، لما تقودك مشاعر الحزن وتسيطر عليك، لما تلقى شخص يقصد قصيدة بالحزن ومعها وحدة كذا، لأنه تعودوا على أنهم وحيدين وعلى أنهم ما يشكون وعلى أنهم لازم يبدون بشكل جيد ويعني رائع، لكن هم شعورهم الداخلي انهم لحالهم، انه ما حد
ما حد خاطرهم عليهم، ما حد في ظهرهم، هم لحالهم في مهب الريح، فهم يحسون هذا الإحساس داخليا. هم حزينين على هذا الموضوع، لا هم غاضبين ولا هم خايفين، هم يشعرون بالحزن أنهم هم واقفين لحالهم في هذه الحياة، حزينين، يشعرون يعني بضيقة الصدر أنهم هم ما استطاعوا أنهم يتبادلون هذا اللطف الإنساني مع أحد، ما استطاعوا أنهم يعيشون هالاهتمام، هالشعور الاهتمام، يتبادلونه مع أحد، ما في حد اهتم لهم في الحياة. فتلقى قصايدهم عن الحزن وعن الوحدة وعن مع أنهم وسط الناس، مع أنهم وسط الناس ويروحون ويجون وقد يكون متفاعلين بشكل جيد مع الناس، لكنهم يعني شعورهم الداخلي أنهم هم حزينين، وقد يكون هذا هو الشعور اللي أكثر شيء لازم يشتغلون عليه ولازم ينظفونه. طيب يا جماعة، خلونا نأخذ أسئلة، خلونا نركز على صدمة الإهمال لأنه ما سبق أن تكلمنا، فأحس أنه مهم نعطيها شوية اهتمام. طيب، صديقتي مروة تقول ما عندي شعور انتماء قوي، دائما أحس نفسي في النص، علما أني كنت طفلة تعرضت للإهمال. شوفي مروة، أحد الطرق اللي يستخدمها الأشخاص اللي تعرضوا لصدمة الإهمال، وهي على فكرة أحد الطرق الذكية اللي يستخدمونها عشان يطلعون من العقدة اللي هم تورطوا فيها ومن الورطة اللي انحطوا فيها، أنهم هم لا ينتمون لأحد. عرفت؟ شوف النوع اللي عندنا غالبا انه هو يروح ويبدا يشحت من الناس فياخذ الشعور من الناس ويتعلق فيهم. النوع الثاني اللي قد يكون اذكى فبالتالي يحتاط، يقول لا انا ما ابغى اتورط، ما ابغى اروح مع هذا الرجل بعدين يورطني ويجرجرني، ما ابغى اروح مع هذا الصديق، ما ابغى اروح مع هذول الجيران. فبالتالي ايش يسوي؟ ايش حمايه كذا، يقول لك انا لا انتمي لاحد، أتعرف على الناس كذا من برا لبرا، خلاص هو عقلياً نسوي الحاجز واضح جداً، واضح. أي رجل يمر يقول لي أنا حلوة أقول له شكراً باي باي أمشي، أي جار يعزمني أروح له كذا وأسلم على خفيف وأمشي أطلع، أي شخص أقابله في الشارع أعطيه ابتسامة كذا وأمشي. فدائماً عندهم استراتيجية أنهم يعرفون أن عندهم صندوق مظلم، بالتالي ما يبغون يروحون لهالصندوق، يبغون يظلون أقوياء، يبغون هم وسط عاصفة طبعاً، فيبغون يظلون إنهم متماسكين، إنهم لا ما يسمحون للعاصفة إنها برضو تطيحهم أكثر من كذا وإنهم ينزلقون للتعب. لذلك قلت لك إنه مو كل الأشخاص اللي مروا بصدمة الإهمال هم متعلقين، 3/4 متعلقين، الربع راح يسوون هذه الحركة، راح يسوون هذا الموقف إنهم ينتبهون سواء بوعي أو بلا وعي إنهم سريعين الانزلاق والتعلق، بالتالي يختارون إنهم يحمون أنفسهم ولا ينتمون لأحد ولا يعني ينسجمون. وممكن تشوفهم مرات تقول أو واو هذولا يعني قاسين، ما عندهم إحساس، وراهم ما عندهم إحساس، لأنهم خلاص يبغون يحمون أنفسهم عقليا، يسوونها كذا بطريقة عقلية يحسبونها. أقترح عليك أنك تشتغلين على هذا الموضوع، خسارة أنه أنت يعني تعدين هذه التجربة اللي إحنا قاعدين فيها وأنت ما جربتي شعور الحب، شعور تبادل الاهتمام، شعور أنه أحد في ظهرك، شعور أنه أنت تنتمين مرات لبعض الأشياء أو الأشخاص. شعور جميل يرفع ذباباتك في الحياة ويحسسك بشعور جميل، فنظفي. طيب، هذا يقول كنت متعلق بعدين سويت هذه الحركة، يصير حماية. هل من يعاني من صدمة إهمال مستقبلا يهمل أولاده؟ تكلمت عن هذا الموضوع في تكلمت عن هذا الموضوع في صدمات الأجداد، وتكلمت انه من الممكن انك انت بشكل لا واعي، يعني مثلا اللي انضرب من الممكن انه
يضرب أولاده، لكن في نفس الوقت من الممكن إنه هو ياخذ موقف 180 درجة مختلفة، يقولك لا الضرب خط أحمر، ممنوع ممنوع خط أحمر، لا يمكنني أروح لهذا المكان. وبالتالي هم كلهم غلطانين، عرفت؟ لأنهم كلهم انعكاس، هم كلهم غلط لأن كلهم انعكاس. تكلمت عن هذا الموضوع أعتقد في محور كامل في صدمات الأجداد، لأنه كثير من الأشخاص ما يعرفون إيش يسوون مع صدمة الأجداد، ما يعرفون يسوون. أنا تربيت بهذا الشكل، طب هذا اللي أعرف شو أسوي؟ يا أسوي نفسه يا أسوي ضده وكلها غلط، يا أسوي نفسه يا أسوي ضده وكلها غلط. بس وارد، وكل ما كان الإنسان عنده ذكاء كل ما أخذ العكس، كل ما شغل مخه شوي. يقولك مثلا خلنا نقول هذه واحدة تقولك مثلا أنا أمي دخلتني للمطبخ، أنا ما راح أدخل بناتي للمطبخ. فبالتالي شوية شغلت مخها صح؟ في واحدة ما شغلت مخها تقول نفس ما سوت أمي أسوي أمي، أسوي نفس الشيء في بناتي فأدخلهم للمطبخ. فكلهم هذولا كلهم غلطانين لأنهم يدورون حول نفس الصدمة، يكملونها. ما هي الصدمة لها جزئين، قطبين، قطب سالب وموجب، فهم يكملونها عشان تكتمل السلسلة. بهالطريقة تكتمل السلسلة. أقترح عليك أنك تحضر صدمات الأجداد، راح تفيدك كثير. طيب أوسو تقول أمي مهملتني من الصغر وما تحس إلا إذا عاتبتها، اليوم قلت لها جيبي لي في طريقك خاطري فيه، يوم ردت البيت قالت أخوانك وياي ما يصير، قلت كان خذيتي لهم، عقب طلبت لهم وأنا لا دوم تتجاهلني. إيمان يعني شوفي، إذا 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 أنت كشخص مهمل تقعد تتشرع تقعد تقول لي ومالي، لن يتغير أحد، لن يعني هذا سيستم كبير جدا، يعني خصوصا مثلا اذا كانوا في البيت عندك يفضلون الولد او يفضلون البنت، سيستم كبير. او مثلا كان في طفل مريض، او مثلا هذا الطفل الاكبر او الطفل الاصغر، فانت لازم تتنازل. ففي قناعات عميقه ومراسي عميقه ما راح يتغيرون عشان انت تشرحت ولا عشان انت انتقدتهم ولا عشان انت قلت كذا. ولا اذا كنت تبحثين عنهم تغير، بس اذا تبغين بس مرات بس انت تبغى تعلم، ترى أنا تعرضت لإهمال بسبب كذا وكذا، هالشيء ثاني. بس إنهم يتغيرون بسبب إنه أنت قاعد، يعني لا، ما يتغيرون الناس بناء على يعني نقطة يعني حطيتها لهم. والنيام نيام، صعب إنهم يستيقظون عشان كلمة قالت، مع إنه مرات بعض الكلمات توقظ أمم، لكن غالبا النائم ما يستيقظ بهالطريقة. طيب كيف نعالجها؟ نبي رد واضح. أقترح الشخص اللي يتعرض للإهمال بالدرجة الأولى الوعي الطفولي، وبعدين عندنا الأبنوس، وممكن برضو عشان الأشياء اللاواعية الموسيقى التحولية وقت النوم في نفس الوقت، الموسيقى التحولية وقت النوم في نفس وقت الوعي الطفولي أو في نفس وقت أبنوس. هل الإهمال سبب رئيسي للغيرة بين الأطفال؟ ممكن، لكن في نفس الوقت الشخص اللي تعرض للإهمال اندهس دهس، بحيث انه يمكن حتى شعور الغيرة مرات انه هو لا يحق له انه هو يعني يقارن نفسه مع شخص اخر. ومن الممكن لما يكون اكثر ذكاء يبدأ يسوي هالمقارنات، فبالتالي يصير عنده كثير توتر من المقارنات مع الاخرين. الموسيقى التحولية موجودة في الموقع. صديقتي تقول في الصغر أمي كان وقتها كله لأهلها، ولما كبرت طالبني بالاهتمام وتقسو علي بسبب أهلها اللي فتنون بيننا. أول شيء خليني أبغى أقول لك إنه كون إنه أنت طفلة مهملة، هذا شيء من الممكن إنه زي ما قلت لك إنه مهما تكلمتي ما في أحد راح يستيقظ، لكنه في أحد يفتن، لا أعتقد هذا الموضوع يحتاج
طاولة وكرسي وكوب شاي، لا إنه في أحد يفتن، لا معليش، لا نقعد ونتفهم على الموضوع، نقعد ونتفهم على الموضوع. يعني أنا أعتقد علاقة الأم ببنتها علاقة كثير خصوصية وكثير مباشرة، أعتقد أنها كثير قريبة، يعني من الأم للبنت مباشرة، من الأب لابنه مباشرة، ما المفروض يكون فيه طرف ثالث أبدا نهائيا. يعني هذه علاقة من أقرب العلاقات اللي ممكن تمر عليها في الحياة، ذاك ما المفروض يكون في أحد في النص، المفروض أن نحط الأوراق على الطاولة ونجيب كوب الشاي ونتكلم ونتناقش في الموضوع. عشان مرات ترى على فكرة أنه إحنا ما عبرنا أنفسنا، ما وضحنا أنفسنا، مرات الأشخاص يستغلون عدم وضوحك، يستغلون عدم اتصالك الجيد مع الشخص الآخر. يعني مثلا مرات تلقى زوج وزوجته ما فيهم مشاكل، بس يدخلون الأهل في النص تصير فيه مشاكل، لكن بسبب سوء الاتصال بينهم هالمشاكل هاي تكبر. لكن لو هم قعدوا على الطاولة وحطوا الأمور واضحة وكتبوها وتناقشوا فيها بصوت عالي، اكتشفوا إن هم يعني ما يحتاجون كل هالهواش كل هالخلاف. فمرات الأشخاص اللي برا يستغلون ضعف الاتصال، يستغلون إنه ما في تواصل، فبالتالي يلقون زي ما نقول كذا فتحة يدخلون فيها ويخربون العلاقة. ذلك هذا مهم إنه أنت تقعدين معاه وتناقشين هذا الموضوع، إنه وش اللي قاعد تفتن بين أم وبنتها، وش القصة، لازم تنفهم هذه. من ناحية إنها تطالبك بالاهتمام، شوفي تظل الأم والأب موجودة ضمن كارمتك. السؤال، هل عندك أشخاص هم أولى بهذه الكارمة من أمك؟ خلينا نقول على سبيل المثال عندك طفل مريض، عندك طفل مريض وعندك ثلاثة أخوان وأخوات، طفلك المريض قد يكون هو أولى أنك أنت تشتغلين على هذا الطفل المريض أو تعطينه اهتمامك، بينما واحد من أخوانك أو خواتك هم يعني يشتغلون مع أمك، فتكون هم كارمتهم أولى أنهم يساعدونها أو يهتمون فيها أو يشوفون مثلا طلباتها أو احتياجاتها. ليس من مصلحة أحد أنه هو يهرب من دوره، ليس من مصلحته، ولا يعني أنه الشخص هذا هرب من دوره أنك أنت تهرب من دورك. لا يعني أنه والله هذا الزوج هرب من دوره أنه أنا كزوج أهرب من دوري، يا أسوي دوري يا أطلع برا بهالطريقة. فتذكر دائما أنه لا يجرونك النيام لطريقتهم، لا يجرونك النيام لطريقتهم. لا يعني أنه عندي واحد في الدوام كذاب ونصاب ويلف ويدور أني أنا أستخدم نفس الطريقة، لا، خلنا ما ننجر لطريقة النيام، خلنا دائما نختار الصدق ونختار أن نهتم بكارمتنا. لايكات بليز. نيفين حبيبتي تقول زوجي تزوج وتركني أنا وطفلتين وبعدها أهملهم جدا ومهتم بأولاد الجدد، كيف أعوض بناتي عن هذا الشيء؟ يصير مرات، ومن أساليب النيام يعني إنه هو مل من الزوجة الأولى، ما أعرف إيش قرر وكذا، ويعني عشان المجتمع ولا عشان كذا يعني عاطف عليها ولا عشان المصروف ما يطلقها، فيروح يتزوج واحدة ثانية ويعيش قصته وحياته، والأولى هي وعيالها يحطهم صفر على الشمال وخلاص. الأولاد الجدد هم اللي يحصلون على الاهتمام، الشعور في ظهرهم دايم، الدعم المادي موجود معاهم 24 ساعة كأب حقيقي، بينما هذولا كأنهم عيال الجيران، كأنه ما له دخل فيهم. شوفي، قد ما تستطيع أنك تغيرين المعادلة، لكن على الأقل أنك أنت تعطين الاهتمام الكافي لبناتك، أنك أنت تتوقفين عن أنك مشغولة تنتظرين هذا الرجل. يعني إذا سوى هذه الحركة، يعني ما أدري شو أقولك، يعني عرفتي، يعني لما يكون الشخص يعني غير عادل بهذه الطريقة الفجة، لا تنتظرين كثير، خلاص امسكي خطك وانشغلي بحياتك وانشغلي مع بناتك وطبطبي عليهم، وما يحتاج انت تفتحين هذا الألم لهم، يعني ممكن ما يحسون بالألم، ممكن تكوني انت كافية، انت الآن لأنك أكبر وتشوفين من الصورة الكبيرة
تفهمين انه اهتمام الاب مهم، لكن صدقيني في كثير نشأوا مع ام جيدة رائعة مهتمة مليانة بالعطف والحب والحنان والحكمة، وصاروا اعظم ناس ما احتاجوا لاهتمام الاب. فلا تخلين الفكرة هذه تخليك تشوفين بناتك كأنهم ضعيفات، تشوفين بناتك كأنهم فقدوا شيء مهم في حياتهم، تشوفين حتى ما تعطينهم هذه الطاقة. ما تبغين تعطين بناتك هذه الطاقة، ما تبغين تحسسينهم بهذه الطاقة، تبغينهم يحسون دائما أنهم مليانات، أنهم عندهم أمهم وأمهم في ظهرهم مليانات. لابد أنت تكونين قوية حتى تعطيهم، تكونين أنت مهتمة حتى تغطين هذا النقص الاهتمام. كثير من البيوت في أب مهتم وأم مستهترة، أو العكس عادي يمشي الموضوع، يمشي الموضوع، بس إحنا نتكلم عن اثنين كلهم مهملين، هذه مصيبة، هذه اللي تدخل في صدمتين. لكن إذا في واحد مهتم في الغالب يقدر يغطي. طيب صار عندنا 200 لايك، thank you. فريدة حبيبتي تقول كيف أعالج انعكاس إهمالهم لي بإهمال نفسي؟ من المتوقع طبعا أنه يكون عندنا طريقتين، أنه الأشخاص اللي تعرضوا للإهمال راح يكونون مهملين لأنفسهم أو مهتمين كثير كثير. يعني تروح مثلا حفلة تلقى ألمع واحدة في الغالب تعرضت للإهمال، في الغالب ما أقولك دائما، شفت اللي مرة مرة دائما تلبس أشياء ملفتة للانتباه، ملفتة أقوى شيء أقوى شيء، يعني سواء بالسعر سواء باللون سواء بلفت الانتباه، يعني شيء مرة تبغى كل الناس يشوفونها ويهتمون، تخطف الأنظار، تبغى تكون هي نجمة الحفل. في الغالب هذه تعرضت لإهمال، في الغالب مو دائما. أو اللي قاعد في طرف الحفلة وجاية وحشوشتها طايرة وملابسها ماخذة أطرف شيء في الدولاب وكذا، برضو هذه تعرضت للإهمال. فبالتالي الإهمال يخلي هالإنعكاسين موجودين، وهذه كارمتها إنه هالإنعكاسين كلهم موجودين، إنه يعوض بطريقة الاهتمام المبالغ فيه، أو خلاص أنا صفر عشمال صفر عشمال، كله طنش كله. فأنتي حاليا في يعني ذهبتي إلى خيار إنه أنتي تهملين نفسك. أنتي بحتاجة إنك تنظفين هذه القصة كاملة. أقترح عليك تحضرين الوعي الطفولي، وتحضرين أبرس، وتحضرين الموسيقى التحولية، أو على الأقل ابدأي بالوعي الطفولي. خلينا نبدأ من هذه النقطة عشان ننظف كل الطفولة وكل الحوسة اللي كانت فيها. تقول أنا أحب ألفت الانتباه بشدة. It's okay، كملي على طريقك، لكن أهم شيء تنظفين. صديقتي تقول صراحة لا أقدر أن أخرج من الصدمة، هل علمي بوجودها يشفي؟ ولما أشعر دائما أني مخدرة هل من أثار الصدمة؟ طبعا التخدير من أثار الصدمة، أو سعيك للتخدير، سواء كان مخدرات سواء كان جنس سواء كان سوشيال ميديا، أي شكل من أشكال التخديرات هي كلها أثار من أثار الصدمات. ولما يكون دبل، يعني بعض الأشخاص عندهم مدمن كحول، مدمن شوبينج، مدمن سوشيال ميديا، مدمن جنس، مع بعض كلها، او ماي جاد، يعني فور شور في شيء بينفجر. فلازم يعني مو لصقه واحده، مليون لصقه، يعني يا دوب يقدر يوقف ويعني يعيش في الحياه. فعلى على على قدر التخديرات اللي تسويها، على قدر الغليان البركان اللي يغلي جوا، وانت قاعد ما زلت تحاول تسيطر، تحاول تربط الموضوع من هنا، تجيب تلزق الموضوع من هنا، اهم شيء ما يطلع شيء، اهم شيء تقفل الصندوق الاسود ولا ينفجر عليك. طبعا ممكن ينفجر يوم من الايام، ممكن الناس تموت وهي محافظه على البركان هذا، ما بس هي عايشه بعذاب، يعني عايشه بطريقه مخدره او ادمان مسلسلات بالضبط. علمك بالصدمه لا نهائيا صفر. علمك بالصدمة يعني انها تنظفت صفر،
واي احد يقول لك هذا الكلام قولي له ورنا ورنا كيف الموضوع يشتغل. اوكي في بعض المعتقدات، في بعض الافكار الخفيفه البسيطه اللي ممكن انك انت تعرف عنها وبالتالي تقدر تغيرها بوعيك، ماشي. لكن صدمه بركان يغلي تتغير مجرد معرفتك، لا ابدا نهائيا. تقولين ما اقدر اخرج من الصدمه، ابغى اقول لك انت تقدرين تقدرين تقدرين. كون انه انت شخص تعرضت لصدمه في حياتك يعني انه عندك قصه كثير قويه. كونك تعرضت لهذه الصدمه او حتى صدمات، كل ما كانت صدماتك اقوى كل ما يعني روحك قويه او روحك كبيره، فبالتالي انت تتحمل. فزي ما تحملت الصدمه تقدر تحمل تنظف الصدمه. لذلك لا تقولين عن نفسك كذا انك انت ما تقدرين، انت تقدرين انت تقدرين. سيأتي الوقت المناسب، ستأتي اللحظة المناسبة، ستأتي الأداة المناسبة، الطريق المناسب. حط النية وشوفي كيف يتجاوب معك الكون، شوفي وين يوصلك وين يوديك. أهم شيء انك تكونين صادقة وتحطين النية وتتفاعلين مع الرسائل. طيب خلنا نشوف في تيك توك. أمي تعرضت لصدمة من والدي بعمر 23 والآن هي بعمر 44 بحالة صدمة لأنها تعتقد أنها للآن بالعشرين. حبيبتي تعرضت لصدمة وهي في الأربعين الآن تعتقد أنها في العشرين. يصير زي ما قلت لكم قبل كم يوم أنه شعورك أنه توقف الزمن، أنه لا أنا ما زلت في تلك اللحظة، أنا ما زلت في لحظة الحادث، تحس أنه أنا ما زلت هناك، ما زالت روحي هناك، أني عالق في تلك النقطة أو في تلك القصة أو في تلك المرحلة من حياتي. فيصير تحتاج شغل، تحتاج انها تشتغل. لكن السؤال هل هي جاهزه؟ لان مثل هذه الصدمات هي صدمه كثير قويه، صدمه كثير قويه، كان ممكن تموتها، كان ممكن تسوي لها اكزيت. هل هي تبغى تشتغل ولا ما تبغى تشتغل؟ لازم الشخص يكون جاهز انه هو يشتغل. صدمه الفقد، والله أنا يعني حتى هذه اللحظة ما أعتقد أني جيدة في موضوع الفقد، ما أعتقد. سبب الخوف اللي يجي فجأة بدون مبرر، لأنه أنت عندك كثير مشاكل ومصايب، عندك أشياء سلبية، مشاعر سلبية، صدمات، وكثير كثير 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 وصلت هنا خلاص، وصلت الكوب كله مليان أوضاع سلبية، سواء مشاعر، سواء أحداث، سواء قصص سلبية، كله مليان. أوكي فجأة يفيض عليك في حفلة، رايحة في مطعم، في مكان أنت مبسوطة، فجأة تجيك حالة واو في شيء، إيش اللي يخوف، إيش الشيء المربك هذا؟ هو هذا كوبك، كوبك مليان. حان الوقت أنك تنظفين، حان الوقت أنك تهتمي بنفسك، حان الوقت أنك أنت تقولين أنا أستحق، أنا أستحق. ترى بعض الناس لا ينظفون، لا يخذون خطوة تجاه حياتهم لأنهم في صدمة الإهمال، لأنهم مو مهمة حياتهم بالنسبة لهم، هم مو مهمين، هم مو مهمين، حياتهم مو مهمة، مشاعرهم مو مهمة، جودة حياتهم مو مهمة، هم على أي حال لا يستحقون حياة جيدة. فصدمة الإهمال تخليهم أصلا حتى لا يشتغلون على أنفسهم، ما ينظفون، يختارون أنهم ما ينظفون لأنه هو مهمل أصلاً، وبالتالي هو يهمل نفسه، يكمل القصة هذه إنه محتاج أنظف، خلي يمتلي وخلي يفيض وكذا، فيكمل الإهمال، يكمل القصة. أخذ آخر سؤال، نبغى سؤال خنفشاري يا جماعة، سؤال خنفشاري. طيب
داليا حبيبتي تقول كيف أعمل صدمة إهمال للمسيء وترتد علي الكارما؟ أول شيء ما يعني شخص أساء لك هو أساء، فبالتالي لابد ياخذ النتيجة اللي هو أرسلها، لابد ترجعين له الرسالة اللي هو أرسلها. أوكي، أرسل لك رسالة حمراء، ترجعين له رسالة الحمراء. لذلك ما المفروض أنك أنت تكونين تأخذين الموضوع بهالطريقة، أنه أنا إذا رديت له رسالة الحمراء معناها أنه أنا أسأت له أو أنا عرضت لهذه الصدمة، وبالتالي قد ترتد عليه هذه الكارما وقد ترجع عليه هذه الكارما. الشخص اللي تجاوز خط الأحمر بالنسبة لك، أنت يجب عليك، يجب عليك أنك أنت تدافع عن الخط الأحمر هذا، يجب عليك أنك تحمي نفسك. أنت الشخص رقم واحد والأخير اللي مسؤول عن أنك تحمي حدودك، ها؟ تحمي حدودك. يعني شخص يعتدي على حدودك وبعدين تفكر أخاف أعتدي عليه، أخاف أسيء إلى، أخاف ما أعرف إيش، أنت غلطان. وبالتالي إذا أنت عديتي شخص جاء اعتدى عليك وعديتي الموضوع، رح يجي ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع، مؤكد رح يعتدون عليك، واحد ورا الثاني رح يعتدون عليك لما يمسحونك مسح، لأنه أنت ما سويت الشيء الصح. والشيء الصح أنه لما أحد يعتدي عليك أنك أنت تحمي حدودك، أنك أنت توقف الشخص الغلطان عند حده. هذا مو اعتداء، هذا هو الصح، أنه الأشياء هي كذا، هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع الكون. الكون راح يرسل لك أشخاص مختلفين سواء تعرفهم أو ما تعرفهم يعتدون، عشان يعلمك كيف أنت تحمي نفسك وتحمي حدودك. طيب يا جماعة أذكركم، اللي ما حط النية حط النية، اللي ما حط خلفية الجوال حط خلفية الجوال، واللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم ويشوف مناقشتنا على اليوتيوب. وعندنا على الموقع سمية360.net عندنا أبانوس لتنظيف الصدمات، عندنا تنظيف المستقبل للي نظفوا الماضي أو جزء منه، عندنا صدمات الأجداد 14 سؤال ساعدك على اكتشاف صدمات أجدادك، وعندنا نظام الصدمة يوريك معادلة الصدمة وكيف تشتغل، وعندنا السول ديتوكس تنظيف الوعي الطفولي إذا كانت صدمتك في الطفولة أو عندك كلكيع جاية من الطفولة أو إهمال من الطفولة، وعندك التنفس إذا كان شيء لا واعي أنت ما تعرف في مشكلة بس ما تعرف وشي، أو عندنا الموسيقى التحولية برضو وقت النوم الأشخاص اللي يبغون يبدأون خفيف ما يبغون يشتغلون ما تعرف وش الشيء اللي جوا ما وصلت له، البراكين والصناديق السود اللي ما تعرفها. أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا، نشوفكم إن شاء الله بكرة. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.